بالقانون. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في بالقانون. وفي موضوع اليوم نحكيه على إجراءات إيقاف التنفيذ، ونحكيه في الموضوع مع المحامي محمد قسارة، محامي بصفاقس، اللي اليوم يجاوبنا على الموضوع هذايا. ميتخ أهلا وسهلا بك، مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين. شكرا لك ميتخ. نفسروا شنو معناتها إيقاف التنفيذ، هل يمكن إيقاف التنفيذ، وش هي الإجراءات اللي توقف التنفيذ؟ هو في بداية كيف نقولوا إجراء التنفيذ في المطلق، نحن نحكيه هنا على التنفيذ في المادة المدنية، فلاش نحكيه على التنفيذ في المادة الجزائية لتنفيذ الأحكام الجزائية. فنفهم مستعى شنو حق تنفيذ في المادة المدنية. حق تنفيذ هو الحق المخول للمحكوم لفائدته في الدعوة أن يستخلص حقه، وذلك من خلال استيفاء دينه من المدين اللي هو شكون المحكوم ضده في القضية المدنية. وبطبيعة الحال يكون طبق صيغ وإجراءات نظمتها مجلة المرافعات المدنية والتجارية بهذا المبدأ اللي هو التنفيذ. الاستثناء شنو هو؟ الاستثناء هو إيقاف التنفيذ. واضح. وأول آلية مبدئية وقانونية باش نوقفوا تنفيذ يعني الحكم المدني بالطبيعة اللي هو معناه اكزيكوتابل، معناه قابل للتنفيذ، أي استنفذ جميع طرق الطعن. أول نحكيه بالنسبة إلى تنفيذ الأحكام القابلة للطعن، أول إجراء مبدئي والي هو الاستئناف. الطعن بالاستئناف الأحكام يوقف تنفيذها، وهذا بطبيعة في إطار ما يعرف بالمفعول التعليقي للطعن بالاستئناف. هذا هو الأول آلية لإيقاف التنفيذ، أول إجراء وأهم هو إجراء. إذا كان فتنا نحن إجراءات الاستئناف، فما استثناءات المبدأ هذا. استثناء موجود في المادة الاستعجالية، لأنه استئناف الأحكام الصادرة في المادة الاستعجالية لا يوقف تنفيذها، وكذلك في إطار ما يعرف بالأحكام المحلات بالنفاذ العاجل. فما النفاذ العاجل الوجوبي الفصل 125 مجلة المرافعات، وعندنا النفاذ العاجل الاختياري الفصل 126. كيفاش يكون يعني توقيف التنفيذ؟ توقيف التنفيذ نلقاوه على زوج مستويات، نلقاوه في قضاء الأصل، أنا في قضاء الوقائع، ونلقاوه في قضاء القانون، أي في قضاء التعقيب. بالنسبة لقضاء الأصل قدام شكون يكون؟ يكون بالنسبة للمحاكم ابتدائية الدرجة لي جوريديكسيون دو برومي دوغري، عندنا رئيس محكمة الناحية من صلاحياته خصوصا 39 مجلة مرافعات أنه يختص في النظر في مطالب إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة عنه والمعترض عليها أمامه. هذا بالنسبة لقاضي الناحية، وذلك حين يكون الحكم يعني القانون يقول قابلا للتنفيذ، أي استنفذ جميع طرق الطعن وأصبح قابلا للتنفيذ. كذلك بالنسبة إلى رئيس المحكمة الابتدائية يمكن له أن يأذن استعجاليا بعدم وذلك بعد سماع الطرفين بعدم تنفيذ الحكم المطعون فيه، وذلك لمدة شهر واحد. وقتاش رئيس المحكمة الابتدائية يوقف النظر استعجاليا؟ إذا تبين له أن إكساء الحكم النفاذ المعجل، معناه النفاذ العاجل الوجوبي أو الاختياري، كان خارقا لأحكام الفصول 125 أو 126 مجلة مرافعات. بالطبيعة هنا رئيس المحكمة الابتدائية ينظر في مطلب توقيف التنفيذ بوصفه رئيسا لمحكمة استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم النواحي. بالنسبة تو نجيو إلى رؤساء المحاكم الاستئنافية، كيف الفصل 209 مجلة مرافعات أعطى لرؤساء المحاكم الاستئنافية يعني سلطة توقيف تنفيذ الأحكام الصادرة في المادة الاستعجالية، لأنه قلنا احنا عنا استثناء في المادة الاستعجالية استئناف الحكم لا يوقف تنفيذها. ذاك علاش إن كيفاش نستئنف في حكم استعجالي نجموا نقدموا مطلب الاستئناف ومعه مطلب في توقيف التنفيذ، لكن النص يقول غير أنه يمكن رئيس المحكمة التي تنظر في الاستئناف أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم مطعون فيه لمدة شهر واحد، عندما وهذا لهنا الشرط يتبين له أن فيه خرقا واضحا لأحكام الفصل 201، معناها شروط القضاء الاستعجالي اللي هي عدم وجود الصبغة الاستعجالية. هذا بالنسبة إلى الاستئناف. كذلك يمكن رئيس محكمة الاستئناف أن ينظر في مطالب إيقاف تنفيذ الأحكام المعترض عليها والأحكام المطعون فيها بالتماس إعادة النظر، بعنيها في خصوص الطعن بالاعتراض والطعن بالتماس إعادة النظر، لأنه هذه كما الاستئناف طعون أخرى، لكن الطعون هذه لا توقف التنفيذ، ما هيش كما الاستئناف. وبالنسبة تو إلى قضاء القانون، محكمة التعقيب كذلك رئيس محكمة التعقيب يمكنه
يعني ينظر في مطالب توقيف تنفيذ الأحكام، لأنه يمكن مع الطعن بالتعقيب يمكن أنه الشخص يقدم مطلب في توقيف التنفيذ، لكن هذه المطلب في التعقيب في شروط باش ما نطولوش على السادة المستمعين، هما أساسا ثلاثة شروط. أول حاجة يقول لك القرار هذا معناها قرار بتوقيف التنفيذ، يعني لا يجب أن لا يوقف رفع الطعن بالتعقيب الحكم المطعون فيه إلا إذا كان صادرا بإعدام ورقة مرمية بالزور أو محو آثارها، أو كذلك إذا كان صادرا بالطلاق أو بفساد عقد زواج، كيف ما نجموش نعملوا مطلب توقيف تنفيذ، أو كان صادرا على الدولة بأداء مال أو رفع عقلة أجرتها الدولة لاستخلاص أموالها. لهنا بطبيعة نجموش نقدموا مطلب توقيف تنفيذ. هذه هي الشروط. ملاحظات بخصوص توقيف التنفيذ، يعني قرار توقيف التنفيذ راهو قرار يعني لا يقبل الطعن فيه، باش ما نقعدوش في سيركل فيسيو نتاع طعون، يعني مطلب توقيف التنفيذ لا يقبل الطعن فيه. اثنين، عنده صبغة ظرفية، لان ديما نشوف المشرع ديما يحصر الشخص اللي عنده الصلاحية هذه بمدة زمنية معينة اللي اساسا شهر واحد، وبطبيعة ثم يجب احترام يعني جملة من الإجراءات وإجراءات المواجهة تمثل في استدعاء الخصوم وتمكينهم من تقديم دفعاتهم وغيرها. مشكور ماتخ محمد قسارة، شكرا لك اللي كنت معنا ومديتنا بكل هالتفاصيل المتعلقة بموضوعنا اليوم واللي هم إيقاف التنفيذ، موضوع حكينا فيه في بالقانون. بالقانون.